نعرفوا بان مرض السكري من نوع 2 هو واحد المرض اللي كيكون وراثي غالبا كيكون عند الناس اللي كيكون مثلا عندهم واحد شخص في العائله مصاب بهذا النوع ديال مرض السكري 2. كذلك عنده علاقه بالسمنه. كذلك الناس اللي عندهم لاسيدونتاريتي يعني الخمول ما كيتحركش يعني ما كيلعبش الرياضه ما كيديرش الرياضه ديال المشي. اذا هادو هما الناس اللي كيتصابوا بزاف بهذا المرض نوع 2. وبالتالي هذا المرض كيختلف على المرض ديال السكري رقم 1. يعني المرض السكري رقم 1 هو الانسولين ما كايناش في الذات، واحد الغده سميتها البنكرياس ما كتنتجش الانسولين. العكس ديال الناس ديال مرض السكري 2 البنكرياس كتنتج الانسولين ولكن الفعاليه ديال هذيك الانسولين ما بقاتش، يعني الخلايا ديال الانسان ما بقاوش كيستجيبوا للانسولين اللي كيفاش في البنكرياس. ومع الوقت هذاك المرض ديال السكري يتلف الخلايا ديال البنكرياس مع الوقت، تيجي واحد الوقت كيولي لي فراس صفر يعني ما بقاش الانسولين منعم. وبالتالي هنا الطبيب المعالج يعطي الانسولين زياده على الاقراص اللي كيتناول المريض، يعني باش يتفادى ما ياخذ الانسولين هذاك الشخص اللي عنده المرض السكري 2 يدير واحد التغذيه متوازنه واحد الرياضه ويتناول الاقراص ديالو باش النسب ديال السكر تكون معتدله ويتفادى تلف ديال الخلايا ديال البنكرياس. لان كنعرفوا بان مرض السكري كيتلف واحد العدد ديال الخلايا. شنو هي الخلايا اللي كيتلف مرض السكري؟ كيتلف الخلايا ديال الاوعيه، كيتلف كذلك الخلايا ديال الجهاز العصبي، وكيتلف الخلايا ديال البنكرياس، وكيتلف الخلايا ديال لو كريستالان يعني داك الجهاز كيكون داخل العين كيتسمى لو كريستالان. هادو هما الاعضاء اللي كيتلفهم مرض السكري. وبالتالي البنكرياس حتى هو من الاعضاء اللي كيتلفها مرض السكري ديال الناس اللي عندهم النوع 2. وبالتالي باش نحافظوا على البنكرياس ديالنا اش خصنا نديروا؟ وهو واحد التغذية سليمة اللي قلنا قبيلة، المتابعة مع الطبيب المعالج بالنسبة للأقراص ياخذهم في الوقت على حسب الكمية والوقت اللي وصف ليه الطبيب ديالو. واللي مهم هو الممارسة ديال الرياضة. الممارسة ديال الرياضة يعني ياخذوها كدواء دكتور، لأن ربما ماشي غير زايدة، هي علاج كنظن. نعم ماشي غير زايدة، هي دواء بالنسبة للناس المرض ديال عندهم مرض السكري. وهو اللي ماشي 30 دقيقة في اليوم. علاش؟ لأن الرياضة تحفز الخلايا باش يستجيبوا للانسولين، وبالتالي هذوك الخلايا اللي ما كانت كتستجيب للانسولين الا درتي الرياضه غادي تولي تستجيب للانسولين اللي هي كاينه عند مرض السكري 2. وبالتالي كيتقاد السكر. اذا النصيحه الانسان ملي كيكتشف مرض السكري 2 في البدايه ديالو يهتم بالتغذيه السليمه، ممارسه الرياضه، والتناول ديال الادويه اللي كيوصف ليه الطبيب المعالج ديالو.